تفاصيل أزمة أصالة وأنغام وكواليس وأسرار الصلح بينهما. تطور جديد في الأزمة بين الفنانة السورية أصالة نصري والنجمة المصرية أنغام، فبعد حرب طاحنة بين الفنانتين أعلن الإعلامي الشهير ربيع هنيدي عن صلح مرتقب بين النجمتين. ووفقا لما نشره الإعلامي ربيع هنيدي عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام، فقد ظهرت النجمتان في مقطع فيديو يحتضنان بعضهما البعض، فيما أكد عدد كبير من جمهورهما بإتمام الصلح. وعلق ربيع على مقطع الفيديو قائلا: عناق وابتسامة وقبلة، وقبل ذلك صوت طربي وفن راق ومعدن أصيل، مثل هذه الصداقة التي رصدتها يوما بكاميرا موبايلي بين النجمتين أصالة وأنغام يجب أن تعود ولا تزول، وبحكم محبتي وصداقتي بالأصالة والنغم. وبحسب مقربين فإن الصلح بين الفنانتين تم بعد جلسة بينهما تواصل فيها الإعلامي المتخصص في الشأن الفني ربيع هنيدي، موضحين أن هنيدي أجرى المقابلة بينهما دون علمهما بالأمر، ولكن بعد تمهيد النجمتين عن الصلح. هذا وكان أحدث ظهور للنجمتين أصالة وأنغام في حفل من ليالي موسم الرياض، وجاء الحفل تحت اسم بعض من ذكريات تركي، وخطفت كلتاهما الأنظار من الأداء الرائع والإطلالات المبهرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وكان ذلك الحفل الأول الذي يجمع بين اثنتين من ألمع نجوم الغناء العربية. وكانت الأزمة قد بدأت بعد زواج الفنانة أنغام من أحمد إبراهيم، هو زوج ياسمين عيسى ابنة شقيقة طارق العريان، فحرصت أصالة على إلغاء متابعتها لأنغام، فردت الأخيرة بالمثل. وردا على هذا الزواج، خرجت الفنانة أصالة بتصريحات جريئة تخص علاقتها بالفنانة أنغام بعد زواجها من الموزع أحمد إبراهيم طليق ابنة شقيقة زوجها المخرج طارق العريان. وتحدثت أصالة عن إلغائها متابعتها لأنغام بعد زواجها من أحمد إبراهيم زوج قريبتها، مؤكدة على أنها ليست منافقة وأزمتها معها واضحة للجميع، فهي تزوجت رجل متزوج من امرأة تربطها بها صلة عائلية، وما فعلته انعكس سلبا على الأسرة والأبناء. وأضافت أصالة أن علاقتها بأنغام تأثرت بعد زواجها، موضحة أن الصداقة عندما يدخلها الشك لا تعد بنفس القوة، ولكن الاحترام ما زال موجودا بالتأكيد بينهما، وعندما يتعمد شخص إسقاطها من حساباته أو أخطأ في حقي وحق عائلتي مثل أنغام، فإنها تسقطه من حساباتها هي الأخرى.